تخافي من اي شيء يا بنتي؟ تكلمي. محمود خير؟ ايش في؟ جهاد. جهاد ايش فيه؟ في المستشفى. مستشفى؟ ليش؟ في واحد دعمه وشرد. ادعمه؟ يلا. محمود اريد اعرف من اللي ضرب ولدي وهرب؟ من؟ يعلم الله يا ام جهاد، يعلم الله. ان شاء الله بس تجي العواقب سليمه. يا رب يا رب. انا صراحه خايفه عليه، خايفه يا محمود. لا تخافين، لا تخافين، وصلي على النبي. اللهم صلي وسلم عليه يا رب. انا بروح اجيب لكم شيء تشربونه. وين يا بنتي؟ يا رب. خلاص هدي، هدي يا ام جهاد. يا رب. يلا استاذ عبد الغفور، اتوقع ان الوقت شوي تاخر وانا صار لازم امشي، واعتذر ان انا اخرتك. لا فعليك، انا الحين بكتب لك العنوان. زين، هذا العنوان وهذا مفتاح الشقه وكل شيء مجهز لك. ما اعرف انا شلون اشكرك استاذ عبد الغفور. مشكور، ما قصرت، جزاك الله ألف خير. يلا أنا سلم، مع السلامة. حياك الله يا سيد موفق. شاب وين راحت إيمان؟ وين راحت؟ وراح أجيب لها شربة ماي باجي. لا لا ما أريد أشرب شيء، أريد أطمن على ولدي بس يا محمود، بس أطمن عليه. هدي هدي يا سامي، الله يهداك. أنا هادية، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي سوى، حسبي الله عليه. ليش؟ جهاد إنسان مسالم ما يضر أحد يا محمود، ليش؟ يا رب يا رب طمني على ولدي يا رب يا رب. ايش تسويني؟ انا جيت اطمن على اخوش. وانت ايش دراك؟ ليكون انت اللي دعمته؟ تعالي. انت ايش تريد منه؟ كل اللي عندي اعطيتك اياه. طيب تعالي. وين بتاخذني؟ ما ابي اروح معك. هنا ما ينفع نتكلم. ما عندي شيء اتكلم فيه. قلبي تعالي. وين المريض؟ دكتور طمني، ولدي كيف حاله؟ ولدك؟ بس اللي عندنا بنت ما ولد. كيف يا دكتور؟ الشرطة اتصلوا فينا قالوا لنا ان ابنكم جهاد عامل حادث ومنوم هنا. اي صحيح، نعم في حادثين، الحادث الثاني مجرد اصابات بسيطة وموجود بغرفة المعاينة بالقسم الثاني. يعني اللي بالعمليات ما ولدي؟ لا لا، هذه بنت ونفس الشيء مسوي حادث وللأسف توفت، الله يرحمها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب مشكور يا دكتور. بالعفو. مشكور. وبعدين يا محمود ولدي وينه؟ تعالي معي. يلا. جاهزة ومفروشة، كأن أحد ساكن فيها.
أنا ما يحتاج أشتري أشياء كثيرة. والله ما قصر الأستاذ عبد الغفور، جزاه الله ألف خير. عاد على الله أمي يعجبها المكان ما تزعل علي وتكون راضية. الصالة وشفناها، خلي أشوف باقي الغرف من بعدها نزل الأغراض. جهاد بسم الله عليك حبيبي، ايش في ايدك صاير لك؟ ما تخافي ما ما تخاف، ما فينا الا العافية وايدي الحمد لله بخير. ما طمني طمني، الدكتور سوى الأشعة والحين راح يشوفها وان شاء الله الأمور طيبة ان شاء الله. الحمد لله. خوفتنا عليك يا ولدي. ما تخاف الوالد، الحمد لله الأمور طيبة ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا يما. شوفي جهاد بخير؟ انت ليش تسوي معك كذي؟ هذا المكان ما ينفع نتكلم فيه، خلينا نشوف مكان ثاني. يلا بعد يومين بيجيش انذار من المحكمة، سمعتي؟ انذار؟ ليش؟ أنا أبوش وأنتي بنتي، مستحيل تعيشين مع رجل غريب مثل محمود. أنا إنسان حر وأقدر أعيلش، خاصة بعد موت عمتش. مستحيل تعيشي في بيت غريب. لا مستحيل مستحيل أعيش معك. سمعيني زين يا إيمان، إذا تريدين تشوفينهم بخير لازم تطيعيني، هذا أمر أمر أبوش. تهينه من البشر؟ ما في قلبك رحمة؟ حرام عليك حرام عليك اللي تسوي فيني. أنا بسببك انسجنت 15 سنة، ومن حقي أني اشتراعين أبوش بعد ما طلع. غريبة هذه، يومين انتظر ردك. زين روحي شوفي جهاد واللي صار فيه. روحي. شوية كلام نقلت لحمد، بس غريبة ليش حمد يريد يعرف كل شيء؟ يريد يعرف كل شيء عن محمود وعائلته، ولا يقصد بكلامه بنت إيمان؟ وأنا شخصني فيهم، أصلاً أختي سامية بتشكرني إذا اختفت إيمان عن حياتهم. فوق شو اسوي بعد؟ مليت من الجلسة فوق، قلت لي تشوف تلفزيون. ما على اساس انك تروحي عند اختك سامية؟ رحت ورجعت وجلست عندها كثير. زين غالب انا بكره الصباح بطلع السوق. زين بحط لك فلوس. لا ما في داعي، اصلا اللي اعطيتني اياه اول انا ما صرفت منه. غالب؟ نعم. تشرب شاي؟ أشرب الشاي، إيش اللي يمنع؟ أنا بروح بسوي لك.
ما تصدق ايش كثر كنت خايف عليك يا ولدي. طيحت قلبنا لما عرفنا بالحادث يا جهاد. الحمد لله ان الامور جات على كذا، الله ستر. زين يعني انت ما شفت من اللي دعمك؟ لا ما شفته، دعمني على غفلة، ما صحيت إلا وأنا بالمستشفى، لكن الحمد لله جد على خير. الحمد لله الحمد لله. يلا يلا خلينا نروح وخلي ريح وغير ثيابه بعدين. زين خلاص طرش له خلي يغير ثيابه. يلا بس وش فيك اليوم؟ ليش ساكتة؟ ما أعرف، ما أعرف كيف أخبرك بصراحة. خايفة من ردة فعلك. ردة فعلي من وش؟ قصدك موضوع الخطبة؟ وبعدين ليش أهلك أصروا أن نخلي موضوع الخطبة بين عائلتنا وعائلتكم؟ بدر، أنا كنت لا قبل لا أعرفك كنت أحب واحد غيرك، أو على الأقل هذا اللي أنا كنت أظنه. المهم إنه أهلي كانوا متصورين إني راح أكون لواحد غيرك. يعني كنت مخطوبة لواحد ثاني؟ لا، تعرف الأهل يعني عمتي زهرة من وإحنا وصغار كانت تقول إخلاص لحسين وحسين لإخلاص. بس حسين ولد عمتك صح؟ لازم أقول لحسين، هو أكيد بيساعدني، أكيد حسين ما بيتخلى عني في ظرف مثل هذا. هو بروح عنده مشاكل بس مين يعرف بأمر حمد غيره. يا رب يساعدني. أنت تحب حسين؟ كنت يعني زمان، وبعدين حسين أصلاً تأذى لما عرف إني مخطوبة، وتأذى أكثر لما عرف إني ما صرت أحبه. يا بدر، أهلي خافوا من ردة عمتي زهرة، عشان كذا كتموا على موضوع خطبتنا. والحين؟ الحين ما في قلبي غيرك، وأنا أساساً نسيت حسين، ولما أنت دخلت في حياتي كان قلبي خالي منه. شوفي يا خلاص، الماضي ما يهمني، المهم أنك أنت الحين معي. بعدين إذا الواحد فينا سوى شيء غلط في ماضيه أتوقع أن المفروض من الثاني يسامحه. أكيد. يعني لو كنت أنا في مكانك وقلت لك ان انا حبيت قبلي بتسامحيني صح؟ طبعا، وليش لا؟
السلام عليكم. وعليكم السلام أختي. تفضلي، مش بغيتك؟ عفوا، بس من أنت؟ أنا ولد صاحب البيت. ولد صاحب البيت؟ نعم، ولد صاحب البيت. كيف؟ والدي اشترى البيت من يومين وهنا ساكنين فيه. طيب أخي، مشكور، ما قصرت. تفضلي معنا. لا لا، شكرا. أحسن يبيع بيته، هذا الشيء الوحيد اللي يتذكره فيه. بس صاير معاه، أحسن شيء أتصل فيه وأتكلم معاه، ولا يمكن يعتبرني تدخلت في أموره الشخصية. صباح النور. هلا يا جميل، كيف الحال؟ ما شاء الله مبكرة اليوم. حابة تصبح بوجهك يا غالب. يا الله يا الله، مو غلط والله مو غلط. عشان كذا هذا الإحساس خلاني اليوم أجهز لك الريوخ وحدي. بعد ما تريقت جلست أقرأ شوية، قلت عاد أنتظرك وبعدين أروح الدوام. الله أكبر. وتسلم لي على الريوخ، أنا راح أتريق. هي أكيد، تفضلي. بس يا غالب. ها خير. عندي طلب. حابة أروح عند سامية اليوم. ما غلط، سيري تريق سيري. صباح الخير. بعد نص ساعة. ليش؟ ايش صاير؟ ايش فيك؟ انا مو فاهم ولا كلمة من اللي قلتي. خلاص خلاص، انا جايينك. مع السلامة. زين، انا رايح الشركه. الله معك.
تفضل. والله مريت المحلات وقلت اجي بالمره اسلم عليك، عاد اسعارهم الله لا يوريك. بس تعرفيني واختك ما اهتم في الاسعار. ساميه انت معاه؟ ها اي زينه كثير ما زينه. شو هي زينه وما زينه؟ انت اصلا خير شر ما معاه. جهاد يا هنا تعبان شوي. جهاد تعبان؟ سلامات، ايش فيه؟ البارحه في واحد دعمه وشرد. دعمه؟ ليش تبكين؟ حسين أنا طايحة في مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة؟ إيش صاير؟ تكلمي. أبوي يبيني أعيش معه وأنا ما أقدر أرفع. معلش إيمان هدي أعصابك، أنا معاك ما راح أتخلى عنك. أبوي شيطان على هيئة إنسان، وإذا رفضت ما رح يخليني أعيش حياتي، وأنا أكثر وحدة تعرف يعني إذا رفضت يحط عائلتي في باله. لا تقولين هالكلام، أنا وين رحت؟ أنت ما بيدك شيء تسوي، كفاية عليك مشاكلك وهمومك. تلقى عندك المكتب؟ والله شوية كرم طالع، تفضل بغيت شيء؟ هذا الموضوع خلصت لك اياه. مشكور ما قصرت. بس انت ليش تريد هالمعلومات عن حسين؟ في موضوع في بالي وبتاكد منه. تقدر تروح مكتبك. طيب. أبوي ما عنده لا إحساس ولا ضمير ولا قلب، ومستعد يسوي أي شيء على حساب مطالبه. بس أنت ليش تنفذين هالمطالب على حسابك؟ أنت مو مجبورة. لا مجبورة. أبوي هددني بأغلى ما عندي. تخيل أمس دعم جهاد بالسيارة. جهاد؟ وليش ما خبرتيني؟ شلون؟ هو كيف الحين؟ جهاد بخير، وأبوي مستعد يسوي أكثر من كذي.
إذا ما نفت مطالبه، وبعد مستعد يروح المحكمة علشان يجبرني إن أنا أعيش معه. إيمان، أريد أعرف كل شيء، لا تخبين علي شيء. أستاذ محمود، طلبت حضوري. إيمان جات الشركة يا غالب؟ لا، لحد الحين ما وصلت ولا حتى حسين. طيب أول ما توصل الشركة خليها تجيني المكتب. إن شاء الله ولا يهمك. خير أستاذ محمود، فيك شيء؟ البارحة واحد ضرب جهاد بسيارته وشرد. وجهاد الحين بخير؟ ما في شيء يعني؟ ما صار له شيء؟ تطمن، جهاد بخير وعندنا في البيت. تقدر تروح الحين يا غالب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ إذا احتجت أي شيء مني ترى أنا حاضر بالإذن. ليش ما مداوم؟ استاذ غالب لو سمحت، ما له داعي للصراخ، انا صار لي ساعه مداوم على مكتبي. وين ايمان؟ ليش ما مداومه؟ وليش تسالني عن ايمان؟ اذا داومت ولا ما داومت، انا مالي شغل. حسين؟ استاذ غالب لو سمحت، انا وراي شغل، وانت بوقفتك هذه تعطلني، فلو سمحت تفضل. شوف شغلكم. إيمان، توك راجع البيت؟ وين كنتي من الصبح؟ رحت البحر شوية أشم شوية هوا، كنت متضايقة. شخبار جهاد؟ جهاد بخير ونايم. بس أنتي ليش ما رحتي الشركة؟ بالي مشغول مع جهاد، عشان كذي ما رحت. خلاص اروح اشوفه. روحي انتي، انا بفتح الباب. ليش مو رايحة الشركة؟ أنت السبب؟ خب متعودة أنا على لقافتك بالبيت وبالشركة، مسوي نفسك المدير. شو أخبارك الحين؟ الحمد لله زين. اطلع برا، ما تدخل بيتي أبدا. اطلع. خليني أدخل وبنتفاهم داخل. ما في تفاهم، ما بيننا تفاهم أبدا. روح. أم جهاد الناس والجيران يسمعونك. خليهم يسمعونا، بيتي ما تدخله. اطلعي. بنت فاهم داخل. ما تدخل. ارتاح، انا بروح اشوف. اي ضيوف؟ انت ضيف، انت عدو. ما اسمح لك تدخل بربي، سمعت؟ ام جهاد خلينا نتفاهم داخل. ما في تفاهم. انت عمتي خلي، لو سمحتي ايمان اطلعي فوق. اطلعي عمتي. لحظه، انت ايش اللي جابك مره ثانيه في حياتنا؟ أنا جاي عشانك يا بنتي، أما هذول ما يهموني في شيء.
انت بنتي وانا لي حق كاب انك تعيشي معي، واعوضك كل السنين اللي مرت. هذا ما يعطيك العذر انك توصل عند باب بيتي. فعمتي ايمان بلغيه يروح من باب بيتي احسن له، والا راح اتصل بالشرطه، سمعتي؟ عموما يا بنتي انا بجي بكره هنا، واتمنى انك اخذتي القرار الصحيح. ايش صاير؟ هذا ليش جايني؟ سمعيني زين يا إيمان، أنا رجال لا أحب لا ألف ولا أدور، أتمنى بكرة أجي وأسمع القرار الصحيح. زين يا بنتي؟ يطلع الوقت اللي يكون جاهد صار في شيء.